ازيكم يا جماعة، واهلا بيكم في الكورس الكامل بالترتيب للسي سي ان اي، ومعاكم مهندسة شاهيناز. النهاردة ان شاء الله هنشرح بروتوكول مهم جدا، هو الاس تي بي، وهنشرحه بطريقة جديدة. هنشرحه على شبكة عملية من الاول للاخر، مش هنتكلم فيه بشكل نظري، هننفذ على طول. وده ان شاء الله شكل الشبكه اللي احنا هننفذ فيها الاس تي بي، وان شاء الله المره الجايه هنعدل الشبكه دي ونشغلها بالار اس تي بي، ونلاحظ الفرق بين الاس تي بي والار اس تي بي. النهارده ان شاء الله هنطلع نتائج من الشبكه دي، والمره الجايه ان شاء الله هنعدل النتائج دي عن طريق ان احنا نستخدم بروتوكول الار اس تي بي مع نفس النتورك. الشبكة دي يا جماعة هي الشبكة اللي شغالة جنبي دلوقتي. زي ما انتم شايفين هي عبارة عن راوتر وثلاث سويتشات، في منهم اللي لير 3 بس انا مشغلهم هنا لير 2 عادي خالص. فالشبكة بتاعتي دي عبارة عن ثلاث سويتشات وراوتر ولابتوب. اللابتوب برضو واصل هنا، شايفين هتلاقوا فيه كابلات واصلة هنا عندكو. ده الكابل ده كده بتاع الراوتر واصل هنا في السويتش ده، والكابل بتاع اللابتوب واصل في سويتش تاني خالص، وفي سويتش مش واصل له يوزرز. جميل. واحنا عاملين لوب، عاملين حلقة مفرغة عن طريق الاس تي بي. ازاي؟ انا موصلة السويتش الاولاني بالسويتش التاني، وبعدين موصلة التاني بالتالت، وبعدين موصلة التالت بالاولاني. فكده انا عملت لوب قفلة، واللوب دي بتعمل مشاكل جامدة جدا بين السويتشات. وعايزين نشوف ازاي هنستخدم بروتوكول الاس تي بي عشان نعالج اللوب دي اللي هتحصل بين السويتشز. اولا اللوب دي يا جماعة بتعمل برودكاست ستورمز، يعني لو واحد بعت برودكاست، البرودكاست ده بيفضل يلف بين السويتشات دي لحد ما يبقى مفيش حد عارف يبعت حاجة خالص، ويعمل لي زحمة ترافيك عالية جدا. ثانيا بيحصل دوبليكيت فريمز، يعني في فريمات الأجهزة بتستقبلها أكتر من مرة. ده غير ان هو دلوقتي بيحصل انه في اللي هي سويتشنج لوب، ان الداتا اللي بعت الداتا في الأول خالص بترجع له تاني. دلوقتي اول حاجة عايزين نعملها عشان نفهم الموضوع، عايزين نشوف ايه اللي شغال على السويتشز دلوقتي. انا دلوقتي موصلة الكونسول بتاعي في السويتش الاولاني اللي فوق خالص ده، وموصلة زي ما انتم شايفين الراوتر واصل بسويتش، والبي سي واصل بسويتش. اي بي الراوتر ده 192.168.1.1. انا دلوقتي يا جماعة هعمل بينج مستمر من اللابتوب للراوتر. زي ما انتم شايفين البينج شغال اهو، بيرد عادي جدا، وهيفضل شغال كده مستمر طالما انا ما سكتوش. انا دلوقتي هروح على السويتش اللي انا واصله له دلوقتي، انا واصله في السويتش اللي فوق خالص ده، وهبتدي اشوف هو ايه اللي شغال من الاس تي بي حاليا. لو انا قلت له شو ران، فهتلاقوا ان في نسخه اس تي بي شغاله اوريدي اللي هي سبانينج تري مود بي في اس تي، وده علشان السويتش بتاعي ده سيسكو سويتش، فالنسخه اللي بتبقى شغاله عليه بتكون بير فيلان. هي نفس شرح النسخه الستاندرد العاديه اللي هي 802.1d، بس الفرق بينهم ان دي بير فيلان، لكل فيلان بيحل اللوب مره، انما في النسخه الاصليه الاس تي بي بيعمل العمليه كلها مره واحده وخلاص. العمليه اللي احنا هنشرحها النهارده ان شاء الله بشكل عملي زي ما اتفقنا. لو انا عايز اشوف الشغل بتاع السبانينج تري، بقول له شو سبانينج تري. هتلاحظوا هنا يا جماعة انا اللي يهمني هي فيلان واحد، تمام. وهتلاحظوا هنا انه عندي في بورت 0 على 6 و 0 على 9، هما دول اللي واصلين. والبورت 0 على 6 بيقولك ان ده شغال روت بورت. روت بورت ده هو اللي موصلني بالسويتش الرئيسي. حلو كده، معنى كده ان السويتش اللي انا واقفة عليه ده ما هواش السويتش الرئيسي. يعني ايه سويتش رئيسي؟ يعني هو ده السويتش اللي كل السويتشات بتكلمه وما بيكلموش بعض بشكل مباشر علشان ما يحصلش لوب، لان طالما بيكلموا بعض بشكل مباشر يبقى في لوب، اي حد بيكلم اي حد. انما طالما في سويتش رئيسي اللي هو بيوصل له الراجل ده عن طريق الفاست ايثرنت 0 على 6، يبقى كده مفيش لوب تحصل. حلو كده. طيب افرض انا عايزه السويتش اللي انا واقفه عليه شخصيا ده يبقى هو السويتش الرئيسي. قالك ببساطه تيجي تقول له كده كونفيجر، وتقوم قايل له سبانينج تري فيلان واحد، وعندك امر من اتنين، يا اما تقول له برايوريتي وتكتب له رقم صغير عن اللي موجود دلوقتي. يعني ملاحظين دلوقتي يا جماعه البريدج اي دي بتاعت السويتش اللي انا واقفه عليه هي 32769، اللي هي 32769 زائد الفيلان
اي دي او رقم الفي لان. حلو كده. فانت لو صغرت عن الرقم ده يبقى هيكون هو ده الايه، مش الرقم ده بقى، الرقم بتاع الروت بريدج الحالي. الروت الحالي البرايوريتي بتاعته 32769. لو صغرت عن الرقم ده يبقى السويتش اللي انت واقف عليه دلوقتي ده هو الروت بريدج. جميل كده. او في امر مباشر بيقول VLAN 1 روت برايمري، وبالشكل ده يبقى السويتش اللي انا واقفه عليه ده هيبقى هيعمل election من اول وجديد، او هيدخل في عمليه انتخابات من اول وجديد، وهيبقى هو السويتش الرئيسي الجديد بالنسبه للسبانينج تري. ومعنى كده ان السويتشات التانية بيكلموه الاول. يعني لو دي الرسمه بتاعتنا كده بالمنظر ده، بقى مثلا لو السويتش اللي هو اللي تحت ده عايز يبعت داتا للسويتش اللي في النص، ما يبعتلوش كده مباشره، لا يبعت للرئيسي والرئيسي يوزعها، وبالتالي ما يحصلش لوب، وهو ده هدف الـ STP. انا مثلا اخترت السويتش اللي فوق ده، ده اعلى سويتش عندي امكانيات، فعلشان كده انا عايزه ده السويتش الرئيسي بتاعي. انا مش عايزاه يختار اصغر سويتش مثلا، ده مش عايزاه يختار ابعد سويتش، انا عايزاه يختار احسن سويتش عندي. فانا بختاره بايدي، ان انا بدخل بقول له spanning tree VLAN 1 root primary. حلو كده. طب تعالوا دلوقتي نتفرج. لو قلت له حاليا show spanning tree، هتلاحظوا ان هو بقى بيقول لي جملة صريحة بتقول this bridge is the root، وهتلاحظوا ان هو صغر البرايوريتي بتاعته وبقى هو الروت بريدج. يعني البيانات بتاعته هي البيانات اللي موجودة في الروت اي دي، وبقى فعلا هو ده السويتش الرئيسي بتاعي. وهتلاحظوا كمان حاجة، ان في البورتات بتاعته اللي هي فاست ايثرنت 0 على 6 وفاست ايثرنت 0 على 9، هتلاحظوا ان هي بقت في حالة اسمها الديزيجنيتد، ما بقاش في ولا روت بورت، لان هو الروت هو ده اللي الناس بتوصل له، فما هواش عنده اصلا روت بورتس. البورتات بتاعته كلها ديزيجنيتد، يعني البورتات بتاعته كلها مفتوحة وشغالة. حلو كده. طيب عايزين بقى ايه، شيء ملاحظين هنا يا جماعة، البينج بتاعي شغال ما وقفش. جميل كده. عايزين بقى دلوقتي بعد ما عملنا ده الروت بريدج بتاعنا، ندور على الروت بورت الحالي، لان هو لسه في لوب، ولسه هم بيحاولوا يحلوا اللوب دي، ولسه المفروض ان في بورت معين في كل سويتش من السويتشين التانيين دول روت بورت، وفي بلوجد بورتس يعني بورت اتقفل. وهو دي شغلة الـ STP، ان هو بيقفل البورتات الزيادة علشان ما اقدرش ان انا ابعت منها داتا تسبب لوب، وبسيب بورتات اللي هي انا محتاجاها بس هي اللي تكون شغالة معايا. حلو كده. فانا دلوقتي هنقل الكونسول بتاعي وهحطه في السويتش اللي هو اللي في النص، تمام. وبكده هقدر اتفرج من السويتش اللي في النص على حالة البورتات بتاعته. انا كده نقلته خلاص اهو، وابتدي من السويتش اللي في النص اقول له enable، واقول له نفس الامر اللي هو show spanning tree. هتلاحظوا هنا انه ده في root port اللي هو fast ethernet 0 على 3، والبورتات التانية designated اللي هو في port وصل في السويتش التاني، وفي في port اللي هو ايه وصل في اللابتوب. حلو كده. فده السويتش اللي في النص، والبورت 0 على 3 اللي هو البورت ده. حلو كده. طيب انا دلوقتي لو ايه نقلت الكونسول بتاعي في السويتش الاخراني، عشان ابقى عندي بقى ايه فكرة عن التوبولوجي بتاعتي كلها من اولها لاخرها بكل ما فيها، بايه بكل البورتات بتاعتها. انا كده نقلت الكونسول بتاعي في السويتش الاخراني، برضو اقول له نو no، واقول له انيبل، واقول له show spanning tree. هتلاحظوا هنا بقى ان ده في alternate blocked port وفي root port. خدتوا بالكم من المنظر ده؟ يعني السويتش اللي تحت خالص ده يا جماعة اللي هو ده، تمام، السويتش اللي تحت خالص ده في البورت 0 على 16، ده البورت الاساسي بتاعه، البورت 0 على 16 اللي هو تقريبا اللي هناك خالص ده. اقول لكم بورت 0 على 16 انا مش شايفاه، بس anyway هو ايه في المنطقه يعني، تمام. فالبورت 0 على 16 هو اللي بازرق تقريبا، فده المفروض. وده على فكره مهم قوي انك تبقى بتتعامل مع الخارج اكتر من انك بتتعامل مع شكل النتورك، لان ممكن النتورك ما تكونش قدامك خالص. فانا دلوقتي ايه بوريكوا اهوت ازاي. فالبورت 0 على 16 ده الروت بورت، والبورت 0 على 5 ده الالترنيت بلوكد، يعني ده المقفول، ده اللي ما بيعديش داتا خالص. والالترنيت يعني ده بديل. معنى كده ان البورت الروت ده لو قفل يبقى البورت الالترنيت ده يشتغل،
حلو كده، خلوا بالكم مش الروت ده بس، لا اي روت في الشبكة، اي بورت اساسي في الشبكة سواء عند السويتش ده او غيره، قفل قفل فصل باظ اي حاجة حصلت له، فالمفروض انه البورت 0 على 5 اللي هو دلوقتي مقفول نتيجة الاس تي بي هو ده اللي المفروض يرجع يشتغل. طب تعالوا نجرب، انا دلوقتي هاجي على البورت 0 على 16 في السويتش الاخراني وهفصله، انا جنبي اهي الشبكة، حلو كده انا شايفاها بقى تمام كويس. فايه هو طلع اهو البورت اللي هو 0 على 16 يا جماعة اللي هو البورت ده تمام، ده اللي هو اخر واحد وصل، حلو. فانا دلوقتي هفصله تمام، واول ما افصله هبتدي اعمل شو تاني. بصوا بقى هنعمل ايه، احنا عارضين ده وعارضين البينج معانا، يبقى احنا دلوقتي ايه قدامنا خارجين هما عايزين نتفرج عليهم في التعديلات اللي احنا هنعملها دي ونشوف الاس تي بي هيتصرف ازاي، والاس تي بي هيعمل ريدندنسي ازاي، وهيعمل باك اب ازاي، وهيعمل حته الالترنيت دي ازاي. لاحظوا كده يا جماعه، يبقى دلوقتي انا هفصل البورت 0 على 16 وهعمل شو بسرعه. فانا دلوقتي كده اهو كده انا فصلت البورت 0 على 16، جميل اهو بقى داون اهو، وشايفين البينج تحت وقع، ولما بعمل شو ما بقاش باين. وملاحظين البورت 0 على 5 اللي هو من شويه كان مديني الترنيت بلوجد بقى روت، بقى هو ده الروت الجديد وبقى في حاله لسن، خدتوا بالكم من المنظر؟ ولو عملت شو تاني هتلاقوه قلب في حالة learn تمام اهو، وكل ده البينج بتاعي لسه واقع، خدتوا بالكم؟ يعني كل ده هو بيحول وهوب قام ايه راجع. لو انا دلوقتي جيت قلت له شو هتلاقوا يا جماعة ان هو ايه بقى forwarding. الفترة دي يا جماعة 50 ثانية، حلو كده، الفترة دي 50 ثانية. ليه ايه اللي حصل؟ قالك البورت بيقعد في الاول 20 ثانية مقفول خالص، وبعدين بينقل في مرحلة الليسن بيسمع البي بي دي يو اللي هي فيها البريدج اي دي، علشان ايه البريدج اي دي اللي هي انا او يعني ببعت المسج بتاعتي اللي فيها الاي دي بتاعتي، ولو رجعت لي يبقى في لوب، فانا بستنى ترجع لي، بستنى قد ايه؟ بستنى 15 ثانية، حلو. يبقى انا ايه كنت مقفول خالص، قعدت 20 ثانيه مقفول خالص، بعد ال 20 ثانيه مقفول خالص هنقل في مرحله الليسن هقعد فيها 15 ثانيه، انا ما بعديش داتا برضو بس مستني لحسن اسبب لوب. لو عدت ال 15 ثانيه دي تمام، بقضي كمان 15 ثانيه في حاله اسمها الليرنينج، بتعلم بقى المكات الجديده على البورت الجديد، وفي الاخر البورت بيرجع يفتح بشكل طبيعي جدا وبيبقى روت بورت عادي خالص. لاحظوا بقى لو رجعت البورت 0 على 16 تاني، لما برجعه تاني البينج هيقع تاني وهيمر بنفس المراحل تاني. شوفوا اللي هيحصل اهو، البورت رجع قام تاني تمام كويس جدا اهو، شايفين البينج رجع وقع تاني. ولو عملت دلوقتي شو سبانينج تري تاني هتلاحظوا البورت رجع بلوكد تاني، لان افضل بورت روت هو البورت 16، والبورت 16 رجع يشتغل تاني، يرجع تاني لسن ويرجع تاني ليرن ويرجع تاني يشتغل ويرجع تاني يمر بنفس فترة زمنية قبل ما يرجع يشتغل تاني. شايفين كل ده هو لسه بيمر باللسن والليرن ولسه ما فتحش، رجع فتح اهو. لما ارجع اقول له بقى شو سبانينج تري الاقي ان هو رجع تاني ايه فوروردنج. فخدتوا بالكو النسخة الأصلية من الـ STP 802.1 دي أو الـ Pair VLAN STP اللي هي بتاعت سيسكو، كده كده الاتنين بيقضوا 50 ثانية عقبال ما البورت بيرجع يفتح تاني. حلو كده يا جماعة، ده كده الـ Spanning Tree. يبقى تاني كده نراجع الألجوريزم بتاعه بسرعة، الـ STP يا جماعة بيمر بثلاث مراحل، مرحلة Detect the Loop ان هو يعرف ان في لوب، ودي بيعملها عن طريق الـ ID بيبعتها، ولو رجعت له بسرعة يبقى كده في لوب والمفروض ان في بورت يقفل. بيمر ده كده في المرحله الثانيه اللي هي الالكشن، بيختاروا روت بريدج سويتش رئيسي، والسويتش الرئيسي ده كلهم بيكلموه عن طريق روت بورتس، واي بورتات زياده بتبقى الترنيت بلوكد. بعد كده المرحله الثالثه اللي هي لو انا دلوقتي
احتجت البورت البلوكد ده، لان في بورت رئيسي وقع، فالبورت بيمر بخمسين ثانية عقبال ما يفتح، وبيمر بخمسين ثانية لو حبيت ان هو البورت الاساسي يرجع تاني. وبالطريقة دي تبقى انت حاطط كابلات زيادة زي ما انت عايز، وعامل باك اب وريدندنسي زي ما انت عايز، وفي نفس الوقت ما عندكش مشاكل اللوبس خالص في النتورك بتاعتك. ده كده يا جماعة ال STP. المرة الجاية ان شاء الله هنفذ لكم على نفس الشبكة دي ال RSTP او ال Rapid Spanning Tree Protocol، وهنشوف ايه الفرق بينه وبين ال STP العادي في الشبكة اللي قدامنا دلوقتي دي. يا ريت يا جماعة تعملوا سبسكرايب للتشانل، وتعملوا لايك للبيج بتاعتي على الفيسبوك، ولو عندكم اي كومنتس تسيبوها لي تحت الفيديو ده. شكرا ليكم وجود لك. كان معاكم مهندسة شاهيناز.